وجهات كبير جدا على كل اللعيبه. طبعا هي الفترة صعبة على المجموعة ككل من جهاز فني اللعيبة الكل، الفترة صعبة جدا، بس احنا واخدين على الصعوبات واخدين على الضغوطات، فاحنا هو ناصر بس بيقول لك ايه؟ ناصر ناصر بيضحك، مش عارف بيضحك على ايه، معرفش ماله ده. بتقول ايه يا ناصر؟ عيب كبير. بس فاحنا واخدين على الضغوطات والصعوبات دي، فاحنا بنحاول على قد ما نقدر نخرج نفسنا وما نديش لنفسنا اعذار او مبررات، بنقفل على نفسنا كويس وبنشتغل كويس وربنا بيوفق طبعا في الاخر. طبعا دي بتبقى ضغوطات كبيره علينا، بس احنا بنحاول زي على قد ما نقدر نعوض كل ده بان احنا نبقى فرقه واحده، بنحب بعض، بنموت نفسنا على بعض، فالحاجات دي بتاثر معانا طبعا في الاخر. لو بننقل الدوافع وبننقل